تطور شكل علامات الإعراب. من علامات الإعراب يا أخواني؟ فتحة والضمة والكسرة. طور الخليل بن أحمد الفراهيدي نقط أبي الأسود الدؤلي فجعل علامة الفتحة ألفا مبطوحة. شنو مبطوحة؟ مائلة فوق الحرف المفتوح. شايف الألف كانت هكذا، بعدين هو شو جعلها؟ مبطوحة. وعلامة الضمة واو صغيرة فوق الحرف المضموم. شوفي هذه صارت ايه؟ ها هذه تحولت من ألف واقفة إلى ألف مبطوحة يعني مائلة. وعلامة الضمة واو صغيرة فوق الحرف المضموم، كانت واو كبيرة هكذا ثم صغرت حتى صارت بالشكل ده. وجعل الخليل علامة الكسرة ياء صغيرة مردودة إلى الخلف تحت الحرف المكسور، ذهب رأسها مع مرور الأيام وبقيت جرتها. شايفين هذه؟ هيك بعدين صارت ايه؟ هيك تشبه مين؟ تشبه الفتحة لكن تحت الحرف. وضاعف الحركة للدلالة على التنوين. أبو الأسود ضاعف النقط الحمراء، أليس كذلك؟ الخليل شو ضاعف؟ ضعف الحركة. قلت لكم بالأمس إذا وجدت عليما الفتحة الأولى علامة فتح الحرف، الفتحة الثانية علامة التنوين، عليم الضمة الأولى علامة ضم الحرف، الضمة الثانية علامة، وهكذا. وضاعف الحركة للدلالة على التنوين. انظر إلى اللوحة، هذه الفتحة وهذه علامة التنوين، هذه الضمة وهذه علامة التنوين، هذه الكسرة وهذه علامة التنوين. وضح يا شباب؟ قال العلامة محمد الخراز الشريشي في منظومته مولد الظمآن: ففتحة أعلاه وهي ألف مبطوحة صغرى، وضم يعرف واوا كذا أمامه أو فوقا، وتحته الكسرة يا أن تلقى. نعم. ثم إن أتبعتها تنوينا فزد إليها مثلها تبينا. واضح؟ هذه الفتحة وهذه الضمة وهذه الكسرة وهذا التنوين. تنوين الرفع المظهر، قلنا لما حكينا على الأحكام النون الساكنة والتنوين قلنا بيكون التنوين متراكب، تتذكروا؟ وقلنا إن كان تنوين رفع يضعون ضمة وفوقها نون بالمقلوب من غير نقطة. نعم. اتخذ بعض نساخ المصاحف حرف نون صغيرة فوق الحرف للدلال على التنوين، وإشارة لإظهار تنوين الرفع ركبت النون فوق الضمة هكذا. شايف؟ شوفوا كيف كان الشكل. علي من، انظر شو حيصير هلأ على اللوحة. شايف؟ هي ضمة وفوقها نون بالمقلوب من غير نقطة. السكون. واخترع الخليل أيضا علامة للسكون اللي هي هذه الصورة، هي رأس حرف الخاء من غير نقطة، أخذها من أول كلمة خفيف. خفيف يعني غير مشدد. شوف كلمة خفيف شو بقي منها؟ رأسها، وتطور إلى أن صار بهذا الشكل. قال الإمام الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحف: وأهل العربية من سيبويه وعامة أصحابه يجعلون علامته خاء يريدون بذلك أول كلمة خفيف. المغاربة ما استعملوا هذا الرمز، استعملوا السكون المدور، أخذوا من كلمة جزم. ما بيلك مجزوم؟ شو يعني مجزوم؟ يعني ساكن، ما هيك؟ الفعل المضارع مجزوم وعلى جزمه السكون. فكلمة جزم شو آخرها؟ حرف الميم، فأخذوا من الميم دائرتها. وجرى عمل المغاربة على جعل علامة السكون دائرة مفرغة الوسط هكذا، أخذت من آخر كلمة جزم. شايفين كلمة جزم؟ قال العلامة الخراز: فدارة علامة السكون أعلاه والتشديد حرف الشين، يعني علامة الشدة أخذوها من كلمة من أول الشين، من كلمة شديد.
انظر إلى كلمة جزم، شو بقي منها؟ هذه الدائرة. من أيدها؟ رحت لهذه بعدها. هكذا كانت، شايفين جزم، فذهبت كلها، وشو بقي منها؟ دارتها. الآن علامة الشدة، يعني نحن بنساويها هكذا، علامة الشدة من أين جاءت؟ واخترع الخليل أيضا علامة للحرف المشدد، اللي هي هذه العلامة، هي رأس حرف الشين، أخذها من أول كلمة شديد. قال الإمام الداني في كتابه المحكم: وصورة التشديد على هذا المذهب شين، لأنه يراد أول شديد، وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابهما. انظر إلى كلمة شديد، ما بقي منها إلا إيه؟ إلا أولها، حتى صارت بهذا الشكل. علامة همزة الوصل اليوم مرت معنا، والآن عم تمر معنا بموضعها. وجعل الخليل أيضا علامة همزة الوصل رأس صاد صغيرة، اللي هي هذه، يوضع فوق ألف الوصل هكذا، أخذه من أول كلمة صلة، شايف؟ فبعدين صار بهذا الشكل. قال الإمام الداني: وأهل النقط يسمون هذه الجرة صلة، لأن الكلام الذي قبل الألف، لأن الكلام الذي قبل الألف التي هي علامته يوصل بالذي بعده فيتصلان، وتذهب هي من اللفظ همزة الوصل، صلة أو صله، ممكن تكون إيه؟ صله. شوف، لا شوف كانت كتبوها كيف، شايف كيف؟ صلة هكذا كان، كان يكتبوها كاملة صلة، شايفينها بالمخطوطة. بعدين اكتفوا بإيش؟ برأس الصاد. علامة المد الزائد على المد الطبيعي. وجعل الخليل أيضا علامة للمد هي كلمة مد، تحولت مع مرور الأيام إلى الشكل الحالي للمد، هكذا كانت ثم أصبحت هكذا ثم أصبحت هكذا. شوف كيف كانت، شو مكتوب هون؟ مد، مكتوبة كاملة، شايفينها؟ مد. بعدين شلون صارت؟ مثل هذا الشكل، شايفين هذا الشكل؟ صارت هكذا ثم أصبحت مثل هذا، شايفين؟ وهذا اللي استقر عليه العمل، اللي استقر عليه هذا العمل، أنها علامة المد الزائد على المد الطبيعي، ما يضعونها على المد الطبيعي، وإنما يضعونها على المتصل، على اللازم. علامة الحرف الثابت خطا المحذوف لفظا، فعندنا حروف ثابتة في الخط لكنها لا تنطق. قال الإمام أبو عمرو الداني: اعلم أن نقاط سلف أهل المدينة وأهل بلدنا اصطلحوا على جعل دارة صغرى بالحمراء على الحروف الزائدة في الخط أو الزوائد في الخط المعدومة في اللفظ، ثم مثل له بمئة. مئة هذه الألف هكذا تكتبها العرب، ولا أحد يلفظها أبدا. وكثير بنسمع للأسف بيقول لك 300 و500، ما في شيء باللغة يا شباب اسمه 100، في إيش؟ 100. هذه ألف تكتب ولا تلفظ. أولو، شايفين أولو؟ هذه الواو ما حدا بينطقها، ما حدا بيقول أولو. نعم. نبأ المرسلين، نبأ، هذه كمان الياء موجودة في الخط ولا أحد ينطقها. ثم قال: وهذه الدارة، طبعا على أنه دارة عم نحكي؟ على هذه، شايفين اللي فوق الألف، وهذه اللي فوق الواو، وهذه اللي فوق الياء. وهذه الدارة التي تجعل على الحروف الزوائد هي الصفر اللطيف الذي يجعله أهل الحساب على العدد المعدوم، بيقولوا هذا من اختراعات العرب اللي هو الصفر، عرفنا؟ لأنه ما كان بيقولوا 1 2 3 وكذا، بس ما في الصفر، فالعرب اخترعوا له صورة اللي هو دائرة فارغة، بمعنى فارغ لا شيء يعني، هي الصفر اللطيف الذي يجعله أهل الحساب على العدد الايه المعدوم،
دلالة على عدمه لعدم الحرف الزائد في النطق، هذا حرف لا ينطق. علامة سقوط الألف وصلا وثبوتها وقفا، اللي هي الألفات السبعة اللي حكينا عنها، اصطلح المعاصرون، لاحظها هذا مصطلح جديد، من علماء الضبط على وضع صفر المستطيل هكذا، شايفه مثل الزيرو فوق الألف التي تلفظ وقفا وتسقط وصلا إن وقعت قبل متحرك، نحو أنا خير. في الوصل شو بنقول؟ أنا خير، لكن في الوقف شو بنقول؟ أنا. ما خلصنا؟ صلينا معي؟ أنتوا بتصلوا بالرياض مرة ولا مرتين؟ فإن وقعت الألف المذكورة قبل ساكن تركت من غير ضبط، ليه؟ لأنه تلقائيا بدها تسقط. إذا كان بعد ساكن تلقائيا بدها تسقط للتخلص من التقاء الساكنين، ليه؟ لأنها تسقط وصلا حسب القاعدة أنا النذير. شوف أنا النذير، لو فتحت المصحف الآن ما حتلاقي فوقها في شيء، لأنه ما في داعي. أنا النذير سقطت، ولو وقفت حتقول أنا، لأنه ما في موجب لي سقوطها وقفاً.